عاجل، الجيش المصري يوجه الإنذار الأخير لإثيوبيا، وننشر الشفرة السرية لإعلان الحرب على إثيوبيا حسب مصدر من صحيفة الموجز. وعاجل، الحكومة تدرس وضع قانون جديد خاص بنهر النيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 1000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول موضوع معانا، وعاجل، الجيش المصري يوجه الإنذار الأخير لإثيوبيا. مصر ما زالت بتتحلى بالصبر الاستراتيجي، ولا زال الجيش المصري يوجه الإنذار الأخير لإثيوبيا قبل توقف عجلة الدبلوماسية. وقد عبرت أغنية ده إنذار عن هذه الحالة، ولاقت تفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا. هذا وقد كشفت تقارير استخباراتية صنفت بأنها رفيعة المستوى في وقت سابق أن المقاتلات المصرية التي يمتلكها الجيش لديها قدرة على دك سد النهضة في 15 دقيقة وتنتظر فقط صدور الأوامر لها. وأضافت التقارير أن الحكومة الإثيوبية تتعنت لكنها لن تستطيع أن تتحمل طويلا أي ضغوط سياسية أو عسكرية في ظل الحالة السيئة التي وصلت لها إثيوبيا خلال الفترة الماضية. هنا وقد كشفت تقارير معلوماتية عن أن إثيوبيا يمكنها تفريغ كميات المياه التي احتجزتها خلال الفترة الماضية في بحيرة سد النهضة إذا تعرضت لضغوط. وأضاف التقرير أن إثيوبيا لا تزال غير قادرة على حجز المياه وفق الجدول المخطط، سواء للعام الماضي أو العام الحالي. أشار إلى أن مصر تتفاوض على الملء والتشغيل طويل الأمد للمحافظة على حقوقها المائية. وأشار إلى أن إثيوبيا تدعي أن الملء الحالي يندرج ضمن جدول يضم 4 مراحل، وأن مصر وافقت عليه. أكد أن هذه المزاعم عبارة عن تسريبات إثيوبية وغير صحيحة على الإطلاق. أوضح التقرير أنه لا يوجد أي اتفاق بموافقة مصر على الملء، بدليل عقد جلسة من قبل مجلس الأمن بطلب مصري سوداني لمناقشة الأزمة، ما يعني أنه لا يوجد أي اتفاق. التقارير أكدت أن الجانب الإثيوبي لا يمتلك أي وثيقة أو مستند يثبت صحة هذه المزاعم والإدعاءات. وضح أن في لجنة علمية تضم ممثلين عن الدول الثلاثة، وبدأت اجتماعاتها في صيف 2018 وتوصلت لأربعة مبادئ رئيسية. أهم قرار لهذا المشروع أن الدول الثلاثة عليها الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر، ويحض إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة. وللأسف حتى الآن لم تعلن إثيوبيا عن التوقف عن الملء الأحادي لخزان سد النهضة، وهذا الأمر يعني يعرضها للخطر. ما أعتقدش أن أبي أحمد عاوز إثيوبيا يعني تتحول لعرض عسكري بالنسبة للجيش المصري، فمش عارف يعني الجانب الإثيوبي بيفكر بأنهي طريقة. وكلنا لازم يكون عندنا ثقة في قيادة سياسية، أنا عاوز كلنا نطمن ونثق إن شاء الله الموضوع ده هيتحل بكل بساطة بإذن الله. وننتقل مع بعض لخبر آخر في منتهى الأهمية، وننشر الشفرة السرية لإعلان الحرب على إثيوبيا حسب مصدر من صحيفة الموجز. وإما القبول بسامح شكري أو الفريق أول محمد زكي، عبارات مهمة مفادها إما القبول بالحلول الدبلوماسية التي أوشكت على النفاذ، وإما الحرب. وتلك هي الرسائل المشفرة والكلمة الأخيرة في ملف سد النهضة. فقد نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية صورة لوزير الخارجية سامح شكري حاملا في يديه صورة من كلماته في مجلس الأمن عليها غلاف أثار جدلا واسعا. نشرت الصورة عبر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية المصرية على تويتر، وبها كلمات بيت من النشيد الرسمي للقوات المسلحة المصرية: وتنساب يا نيل حرا طليقا ليحكي ضفافك مدى النضال. واعتبر البعض أن هذه رسالة مباشرة من الجيش المصري لإثيوبيا تلوح باستخدام القوة حال فشل المفاوضات الخاصة بسد النهضة في مجلس الأمن. يذكر أن جلسة مجلس الأمن الدولي حول أزمة السد الإثيوبي ناقشت مشروع قرار تقدم به تونس باعتبارها ممثل المجموعة العربية بشأن دعم مسار المفاوضات في أزمة السد والابتعاد عن أي قرار أحادي
وهي الجلسة التي دعت لها مصر والسودان بعد إقرار إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز، ويعني سياسة مصر يا إما السلام يا إما الحرب، وممكن بعد كده الحرب يؤدي للسلام، ويعني هذه هي السياسة المصرية. يعني لو نفتكر في حرب 73 مصر قامت بالحرب على إسرائيل في لاسترداد أراضي سيناء، وبعد كده انتهى الموضوع بالمفاوضات والسلام. هذه سياسة مصر، فإثيوبيا شكلها عاوزة تجرب السياسة المصرية دي، ويعني كلنا نتمنى أن إثيوبيا تجرب هذه السياسة، سياسة الحرب ثم السلام. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وهل أنتم شايفين أنها هتخلص دبلوماسية ولا هتخلص عسكرية؟ تعليقات حضراتكم بقرأها. ننتقل لخبر آخر معانا، وعاجل الحكومة تدرس وضع قانون جديد مصر بلا غرقة. اجتمعت اللجنة العليا التنفيذية لمبادرة مصر بلا غرقة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بديوان عام الوزارة لمناقشة الخطة التنفيذية للمبادرة خلال الفترة المقبلة. اللقاء تناول استعراض التطورات المتعلقة بتفعيل أكواد تأمين المسطحات المائية على جميع حمامات السباحة والشواطئ على مستوى مصر، بجانب توضيح كيفية وضع لوائح وشروط ملزمة لشركات الإنقاذ لاستخراج رخصة فنية لجميع الشركات التي تعمل في مجال الإنقاذ. كما تطرق اللقاء إلى دراسة كيفية تأمين شاطئ النخيل حتى يكون شاطئ الأمان ونموذج لباقي الشواطئ، فضلا عن مناقشة وضع قانون لحظر وتجريم السباحة بنهر النيل والمصارف والتي تحد بشكل كبير من الغرق. الدكتور أشرف صبحي أكد على أهمية مبادرة مصر بلا غرق لحماية النشء والشباب والعمل، والعمل على توعيتهم وتنمية مهاراتهم في السباحة، إضافة لاتخاذ الخطوات التنفيذية المتعلقة بتأمين المسطحات المائية بالتعاون مع الجهات المعنية. حضر الاجتماع قيادة الوزارة وأعضاء اللجنة العليا للمبادرة، منهم الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير، الدكتورة سونيا عبد الوهاب مدير الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، حسن خلف مدير الإدارة المالية، الدكتورة غادة جمال مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بالإضافة إلى الدكتور أحمد جمعة معاون الوزير، وسامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والدكتور حازم الروبي منسق عام مبادرة مصر بلا غرقة، واللواء محمد أمين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والدكتور هشام ربيع رئيس لجنة الاختبارات بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ. وتقرر عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل لدراسة والانتهاء من أكواد تأمين المسطحات المائية للبدء في تعميمها. مصدر معانا كان من صحيفة الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وما تقلتش عليكم. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب. كان معكم إسلام الأمير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.